اللام الشمسية هي اللام التي لا تنطق وتأتي مع النون واللام والظاء والطاء والضاد والصاد والشين والسين والزاي والراء والذال والدال والثاء والتاء. أما اللام القمرية هي اللام التي تنطق وتأتي مع الألف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والهاء والواو والياء. فمثلا إذا أدخل اللام الألف واللام على كلمة بيت، أول شيء تحذف التنوين عند دخول الألف واللام. ثانيا تنطق كلمة بيت البيت البيت، نطقت اللام. مسجد إذا دخلت عليها ال تنطق المسجد المسجد، أيضا نطقت اللام. مجلس إذا دخلت عليها ال تصبح المجلس المجلس، نطقت اللام. في اللام الشمسية لا تنطق اللام. إذا دخلت على كلمة ضيوف تنطق الضيوف الضيوف الضيوف، لا تنطق اللام ولكن يشدد الحرف الذي بعد اللام أي ينطق مرتين. كلمة شتاء إذا دخلت عليها ال تصبح الشتاء الشتاء، لا تنطق اللام وينطق الحرف الذي بعد اللام مشددة أي ينطق مرتين. صيف تنطق الصيف الصيف، لا تنطق اللام الشمسية والحرف الذي بعدها ينطق مشددا أي مرتين. نستنتج من اللام القمرية واللام الشمسية أن اللام القمرية تكتب وتنطق، أما اللام الشمسية تكتب ولا تنطق. طلابي الأعزاء، والآن دور النشاط. صنف الكلمات الآتية حسب اللام الشمسية واللام القمرية. هتجاوبوا عليه وتصوروه وتبعتوه لي على الواتس. السلحفاة السلحفاة، هنشوف الكلمات اللي أنا بنطقها لام شمسية أم لام قمرية. السلحفاة الأرنب الأرنب الحيوانات الشجرة الشجرة المغرور الطيور السباق المجتهد الزهرة الزهرة الفراشة البحر الرمال الرمال اليمين اليمين. أشكركم على حسن استماعكم وأعد بلقاء آخر إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.